انتصر على أمل حمامسوسة 1-0، مستقبل الكاسرين انتصر على النادي الإفريقي 2-1، والنادي البنزرتي انتصر على النجم الرياضي الساحلي 2-1. وجديد هذه الجولة هو إعفاء المدرب بيير لو شانتر من مهامه على رأس أكابر النادي الإفريقي، وعوض المدرب لحبيب الماجي، والهجوم لحمام الأمن صابر خليفة، صابر خليفة يسدد والهدف، الهدف الأول للنادي الرياضي لحمام الأمن. هجوم معاكس سريع، أنيس بن شويخة لصابر خليفة، يغالط وسيم نوارة ويعطي الأسبقية للنادي الرياضي لحمام الأمن. تمرير ذكية معناها بن أنيس بن شويخة، حتى في الرواق صابر خليفة مع التحرك نتاعو في الرواق الكنترول صحيح، حتى روحوا قدام المرمى وقذف الكرة معناها تحت رجليه. هاني عادة شوف كرة من نص الميدان لليمين، صابر خليفة يغالط الحارس وسيم نوارة في 10 دقائق لعب من هذا الشوط الأول. هذه إعادة للهدف الأول لصابر خليفة، وفرحة لاعبي النادي الرياضي لحمام الأنف بهذا الهدف الأول. نفذ التماس بسرعة من خلي شمام إلى خالد العياري في وسط الميدان، مقطوعة طويلة الكرة في اتجاه أكرم معتوق، يتجاوز الحارس وسيم نوارة، فرصة هدف من أكرم معتوق، والهدف الثاني، الهدف الثاني للنادي الرياضي لحمام الأمن. عملية ممتازة، 2-0 للنادي الرياضي لحمام الأمن ضد الترجي الرياضي التونسي. توشيهات الإعادة، نفس الهدف، توشيهات من انطلقة العملية، سوء تفاهم بين زياد الدربالي ووسيم نوارة يخرج، لكن يراوغ أكرم معتوق ويحط الكرة في الشباك. هذه الإعادة للعملية الأخيرة، أكرم معتوق يلقى روحه وجه لوجه مع وسيم نوارة، يتجاوزه ويسجل الهدف الثاني في 31 دقيقة لعب. خلفيت نعرف الكرات الاستراتيجية عندها قيمة برشا، مسترجعة في اللعب لازم يسجل هدف. وهجوم ثالث، وأكرم معتوق مرة أخرى يتجاوز الحارس وسيم نوارة، والهدف الثالث، الهدف الثالث للنادي الرياضي لحمام الأنف في بهتة دفاعية وخطأ آخر، خطأ آخر من محور الدفاع يكلف الترشي الهدف الثالث عن طريق أكرم معتوق. الإعادة، أكرم معتوق ينطلق، وربما الترجي الرياضي التونسي على كل حسب الصورة اللي عندنا ما نجموش نحكموا هل أنه أكرم معتوق كان في وضعية تسلل أم لا. الهدف الثالث للترجي الرياضي، للنادي الرياضي لحمام الأنف عفوا، وثنائية بإمضاء أكرم معتوق، وفوز البنزرتي يحتج على الحكم مكرم اللقام بعد هذا الهدف. هذه الإعادة في انطلاق الكرة، ما نجموش نعرفوا موقع أكرم معتوق. شكرا لكل الزملاء الفنيين في الحافلة وأيضا للمخرج توفيق العلامي. عند انطلاق الكرة ما عندناش الصورة وين كان موجود أكرم معتوق، والهدف الثالث للنادي الرياضي لحمام الأنف. أكرم معتوق يراوغ وسيم نوارة وأمام شباك خالية يسجل الهدف الثالث. تتنفذ الركنية بالرأس، يام بن يوسف، مايكل إنيرامو، والهدف، الهدف الأول للترجي الرياضي التونسي، للترجي الرياضي التونسي، والهدف للترجي الرياضي التونسي 3-1. معين الشعباني أرضية، تم يقطعها خالد القربي، وجدي بوعزي إلى يوسف المساكني، يوسف المساكني، مايكل إنيرامو، بعيد عن المرمى، بعيد عن المرمى من مايكل إنيرامو. هذه الإعادة لعملية الهدف الأخيرة، مرفوع الكرة، مايكل إنيرامو وخالد العياري، خالد العياري هو صاحب الهدف. سلحة الترجي الرياضي التونسي
يتنفذ التماس لخالد العياري، تمشي يوسف المساكني، محاولة المراوغة، يوسف المساكني يرفع الكرة ترجع من الدفاع، ثم سيام بن يوسف يرجعها إلى هاريسون أفول، هاريسون أفول يرفع الكرة، سليم سيسي والهدف الثاني، الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي عن طريق خليل شمام. الهدف الثاني يأتي في 68 دقيقة لعب و30 ثانية. هذه الإعادة للعملية الأخيرة، هاريسون أفول يرفع الكرة، خليل شمام يسجل الهدف الثاني لصالح الترجي، وتصبح النتيجة 3 أهداف لهدفين لصالح النادي الرياضي لحمام الأنف. وصل خليل شمام ينفذ الكرة، ترجع من أحمد الحران، يخدعها مرة أخرى خليل شمام، هاريسون أفول تمشي إلى سيام بن يوسف لكن مقطوعة من مايكل بيشير، تمشي إلى محمد المسعود للوراء إلى خالد القربي، خالد القربي يرفع الكرة، يوسف المساكني، يوسف المساكني، والهدف الثالث، الهدف الثالث للترجي الرياضي التونسي. 3-3 بين الترجي والنادي الرياضي لحمام الأنف، مباراة مثيرة، تسابق وتلاحق كبير بين النادي الرياضي لحمام الأنف والترجي الرياضي التونسي. حتى التمرير واللقطة اللي جات لبوعازي ضيع، ولكن يوسف المساكني الإمكانيات الفنية معناها ما عندهاش الوقت باش يرجع عليه الدفاع والحارس، ركع وشاط معناها في اللونج لوبوزي معناها وهدف جميل معناها. ولو نرجعوا معناها التمرير كانت جميلة زادة. هذه إعادة شوف معناها يوسف المساكني يستقبل الكرة يروض ومعناها بكل سهولة تامة وعدل النتيجة لصالح الترجي الرياضي التونسي. 3-3